الخير واهلا وسهلا فيكم باخر حلقه من 2017 من هنا سوريا. ساعات قليله بتفصلنا عن نهايه عام وبدايه عام جديد، وقد يكون من الترف او المبالغه الاحتفال، والام السوريين وجروحهم لا تزال طريه، لكن من يمنع الامنيات؟ ولماذا لا نبتسم لما هو أفضل؟ لعل العام 2018 يحمل الخير والسلام، والأهم الحرية المنشودة. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم من جديد. أهلا فيكم من جديد. 7 سنوات مرت وما زال السوريين عم ينتظروا أحداث تغيير حقيقي بيعكس حجم تضحياتهم على درب الحرية، لكن استمرار النظام ورأسه إلى هذا اليوم كان له أثر سلبي على النفوس. فهل يا ترى ينظر السوريون للعام 2018 بعين أكثر تفاؤل مما سبقه؟ سألنا عينة من مناطق سورية عدة كيف تتوقع أن يكون مصير بشار الأسد في عام 2018. منتابع سوا شو قاله. باقين يمكن 2018 و2019 و2020 لحلك ليش؟ لأنه صراحة صفينا نحن لعبة شطرنج، والقيادين اللي عندنا كمان لعبة شطرنج، ومشان هيك صفت يعني لعب على اللحى. هو ما في حل سياسي، لأنه كله مؤتمرات، مؤتمر فوق المؤتمر، وكل الشعب عم يتخاذل علينا، وإن شاء الله بال 2018 ما منلاقي. إن شاء الله على الخازوق وتخوزك، وإن شاء الله إن شاء الله مثل الطيار هذا نزل البارح وانقصت رقبته. هيك. والله إن شاء الله بإذن الله، يعني الناس هتقول إنه بشار الأسد مستمر لأنه الدول كلها معاه، ولكن الشعب والتضحيات والدماء تقول غير هيك، والظلم ما يدوم، والحق هو اللي ينتصر وهو اللي يبقى. 2018 بلش ان شاء الله نموت وترتاح العالم منه، رمل هالعجان ويتم هالعجان والنسوان ترملات ودعك شلون ساوابنا. ان شاء الله بنتمنى من رب العالمين زوال بشار الاسد ب 2018 ويرتاح منه هالشعب، صار له 8 سنين حاج، يعني الشعب تعب كثير. توقعات 2018 هي زوال بشار الاسد، لانه الدول الداعمه لبشار الاسد عسكريا والدول الداعمه للمعارضه عسكريا التجاوا للعمل السياسي. انا برايي في انه ساقط من ام اجابته، مو سقوطه عند ما يسقط من الحكم. لا بنتوقع سنة 2018 ما رح تختلف كثير عن سنة 2017، يعني بتوقع استمرار لإلها، رح تستمر المفاوضات ورح يستمر بشار الأسد بالقتل والتهجير. طبعا مصير بشار بالمرحلة الانتقالية إذا الشعب السوري معتمد على اللقاءات والمفاوضات برا والتجمعات وما إلى ذلك، سؤال منتهي جوابه. على الأكيد على الأكيد أنه لا حل للشعب السوري. عام 2018 راح يكون عام مبارك بتحرير سوريا إن شاء الله، راح يكون مصير بشار الأسد إلى الهلاك وإلى مزبلة التاريخ مثل نهاية علي عبد الله صالح القذافي. ومعنا بهذه الأمسية الخاصة الشاعر السوري محمود الطويل معنا من اسطنبول، وأيضا الفنان محمد حمادية وهو مدير فرقة صبري مدلل معنا أيضا من اسطنبول، والأستاذ غزوان قرنفول رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار معنا من غازي عنتاب. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بهي الأمسية الخاصة. بدي أبدأ معك أستاذ غزوان، يعني أمنياتك ل 2018 وكيف لقيت أمنيات الشارع السوري؟ أهلنا السوريين عن جد طيبين وبسطاء جدا، يعني ما بيستاهلوا اللي عم بيصير فينا، يعني هذا اللي عم بيصير فينا شيء مروع حقيقة.
آمال بسيطة ومتواضعة جدا، لكن المشكلة أنه هذا البلد محكوم بعصابة مافيا، بعصابة يعني جيرت كل هذا البلد لمصالح الشخصية. أنا بأمل أنه يكون عام 2018 الحقيقة عام سلام أولا لسوريا، وخلاص من منظومة الاستبداد، من الطاغية ورموز الإجرام اللي ارتكبت كل هاي الجرائم في سوريا، والانتقال لمرحلة السلام وإعادة البناء. يعني آمل من الله تعالى أنه آمال السوريين تتحقق في هذا السياق. وبحب أيضا وجه يعني رسالة لذوي المختفين قسريا والمعتقلين، يعني صعب لهم كل عام أنتم بخير، وأتمنى لكم عام سعيد حقيقة، لأنه فيها يعني أشعر فيها تكاذب. لكن بحب لهم أنه في رجال قانون، في حقوقيين، في نشطاء يعملوا بصمت وبدأب حقيقة لأجل أخوتنا وأهلنا المعتقلين ومحاسبة ومرتكبي الجرائم والانتهاكات في سوريا. نعم. ضمن نعم. ما هو متاح، ضمن الإمكانات المتاحة بين إيديهم. طيب أستاذ غزوان، يعني إذا هيك بنطلع شوي على 2017 يلي عم نودع الساعات الأخيرة منها، كيف بتقيم أداء المنظمات الإنسانية، المنظمات الإغاثية، المنظمات الحقوقية وعملها على المواضيع العالقة في سوريا؟ يعني بتقديري الحقيقة كل المنظمات على مختلف المستويات، يعني على المستوى الدعم الإنساني والطبي، على مستوى التوثيق الجرائم والانتهاكات، المستوى الحقوقي، كل المنظمات المجتمع المدني لم تدخر جهد في سبيل خدمة المجتمع السوري. المجتمع المدني السوري اليوم هو الرافعة الحقيقية اللي عم تحمل عبء المسؤولية تجاه احتياجات المجتمع السوري، بالتعاون طبعا مع منظمات دولية، مع الأمم المتحدة، مع مختلف القوى يعني والمنظمات على مستوى أوروبي. يعني عم تنهض الحقيقة بمسؤولياتها بشكل إيجابي ومشكورة. يعني هي ضمن ما هو متاح، ضمن المساحة المتاحة للعمل، لن تدخر ولم تدخر أصلا جهد في سبيل أنه تقدم شيء لأهلنا السوريين، سواء في الداخل أو في المنافع القسرية اللي ألجوا إليها. نعم. رح انتقل للفنان محمد حمادية. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك بأول مرة يعني بتشرفنا ببرنامج هنا سوريا. رح ننتقل من الصعيد القانوني والحقوقي للصعيد الفني. على الصعيد الفني، شو بتحس أنه الفن قدم للثورة خلال 2017؟ والله أول كل شيء الله يسعد مساكم، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا. أتمنى الخير إن شاء الله لأهلنا في سوريا، وأتمنى الخير لسوريا كلها، والله يعيد لم الشمل في سوريا ويسعدنا ويسعد مساكم كلياتكم. بالنسبة للتوجه الفني اللي صار، طبعا يعني صار توجهات فنية كثيرة على مستوى القنوات التلفزيونية، إن كان بالمسرح، إن كان بالبرامج الساخرة، وإن كان بالبرامج السياسية، وإن كان بموضوع الفن الغنائي. بالنسبة للفن الغنائي يعني اتكرس كثير منه للغناء الثوري، ومنه يعني غناء هادف مع الشعب ومع الثورة ومع الشيء اللي صار، ومنه محايد يدعو لوحدة الأمة، يدعو لوحدة الشعب السوري الطيب بكل أطيافه وبكل يعني قومياته. نعم. وإن شاء الله منتأمل من الله أنه يتكرس الفن أكثر في الأيام القادمة لمحبة السوريين لبعض ولوحدة السوريين. نعم. أستاذ محمد، يعني حضرتك كنت مدير فرقة الفنان صبري مدلل، لو بتخبرنا عن كواليس هي الفرقة نوعا ما لحتى نعم. نحكي باختصاصك، لأنه دائما الناس بتشوف الواجهة بس ما بتشوف الكواليس، وقديش الشغل لحتى يطلع على شاشة أو يطلع بمكان، شو التعب اللي هو بياخده والجنود المجهولين يلي بيشتغلوا فيه. والله يعني الحقيقة أنا أول مرة بسأل هالسؤال، وهذا سؤال من صميم الواقع، وأنا بحييك على هالسؤال الجميل.
اللي يعني ما سألت فيه ولا مرة. الشيء اللي بصير قبل أي حفل جهود مضنية جدا، لأنه لازم يكون في توافق ما بين المطربين، التوافق الروحي والتوافق الغنائي أول كل شيء، ما بين المطربين وفيما بعد ما بين المطربين والموسيقيين. يعني في عنا مرحلتين أو ثلاثة للعمل، ولذلك جمع هالأصوات مع الآلة ومع مع توحيد العمل عمل مضني عمل شاق. هذا كنت كله أأديه في بيتي، وأجمع الناس في بيتي، وكنا حوالي تقريبا نجتمع 20 أو 25 شخص، والحمد لله كانت نجاحات باهرة، وأنتوا شهداء على على الأعمال اللي قدمناها، لأنه ملت العالم سمعة طيبة يعني. نعم فعلا، يعني سمعتكم نحن كمان شهادتنا مجروحة فيها. إذا تابعت معنا على شاشة أوريانت برنامج السيناريو، قدم وصلات أغاني، ما بعرف إذا حضرتها وشو رأيك فيها؟ والله يعني أغاني جميلة وهادفة ويعني فيها الحلو اللي فيها أنه أحيانا ألحان لأغاني معروفة وتركب عليها كلمات، تركب عليها كلمات يعني حلوة، أعطت نجاح حلو، وعطت هيك يعني لمسة خاصة للبرنامج. نعم، نكهة، أعطت نكهة. صحيح. تماما. صحيح. بينضم لنا كمان الشاعر السوري محمود طويل، أهلا وسهلا فيك ومساء الخير. بدي أسألك إذا تابعت معنا استطلاع الرأي عن مصير بشار الأسد ب 2018، وحضرتك أيضا كيف تشوفه لهذا المصير؟ أهلا وسهلا فيكم ومساء النور لكل المتابعين بآخر يوم من سنة 2017. أنا صراحة ما قدرت تابع الاستطلاع اللي حضرتك عم تسأليني عنه، بس أكيد يعني أي سوري يتمنى أنه يكون قرب مصير سقوط نظام بشار الأسد ومحاسبة بشار الأسد وكل المجرمين اللي تعاونوا معه بسفك دماء الشعب السوري. نعم محمود، يعني من الأشياء يلي لافتة فيك أنه سابقا ب 2009 كان لك قصيدة وألقيتها في المركز الثقافي العربي بالمزة، ومن بعدها تم منعك من إلقاء الشعر. خبرنا عن هي الحادثة، وإذا كمان بتقدر تسمعنا شيء من هي القصيدة. حقيقة أنا بال 2009 كانت يمكن أول تجربة إلي بظهور بشكل حكومي، يعني كنا أخذين ترخيص لأمسية بالمركز الثقافي العربي بالمزة بدمشق. بخطأ ما نفذت بعض النصوص من الرقابة، يمكن على اعتبار يعني كنا نشوه هذا ولد عمره 19 سنة شو بيكون كاتب. كان في نصين بسببهم تحولت على التحقيق، وتم منعي من إلقاء الشعر في دمشق بسبب أنه اعتبروا أنه في نصين بيحملوا شيء من تحريض الشارع على التظاهر ضد النظام. وكان في نص كان هو بعنوان منارك الأحرار، كان موجه إلى الإمام الحسين عليه السلام رضي الله عنه في ذكرى استشهاده، فكنت بقول في يا سيد الشهداء نملك ألف ألف من يزيد ونجل قيصرنا الجديد ونكتسي في الليل ألوان العراء. فكان معتبر اللي عم يحقق معي يعني اللي أنه أنت هون عم تقصد الرئيس بشار الأسد في قيصرنا الجديد. قلت له والله أنت هيك فهمت يعني، هي صارت مسؤوليتك ومسؤوليتي. نعم. في النص الأول هزلي بجذع مناضل، هو في نهاية النص كون عم أقول فنبوءتي قمح عنيد سوف يحصد ثم ينمو ثم يحصد ثم ينبت نخلة ويعود ينتقم النخيل لقمحه ما جف قمح إن له النخل انتقم. فاعتبروا أنه فيها شيء من التحريض. نعم.
طيب رح ننتقل بحقيقة، يعني جميل كثير يلي سمعناه، ولكن عنا مجموعة من المواد رح نشاركها معكم وناخد رأيكم فيها للشاعر محمود وأيضا للفنان محمد وللأستاذ غزوان. يعني عاملين حالة من جمع كل يعني الفن والقانون مع بعض بحلقة هنا سوريا لليوم. رح ننتقل لنتابع سوا مجموعة من الصور اللي كان لها وقع كثير كبير وأحدثت أيضا تأثير بالغ بالمشاهدين أو اللي شاهدوها. أستاذ غزوان، يعني تابعت معنا مجموعة الصور يلي عرضناها، شو أكثر صورة أثرت فيك؟ الحقيقة أنا يعني تعذر علي إنه أشوف اللي عرضته الحقيقة حتى أكون يعني عم جاوب بموضوعية وإنصاف. طيب بدون اللي نحن عرضناهم أستاذ غزوان، يعني بالفترة الأخيرة صفحات التواصل الاجتماعي والمنصات كلياتها كانت تتفاعل مع قضية ما، برأيك القضية الأبرز اللي تواصلت معها وقدرت تقدم لها شيء منصات التواصل الاجتماعي؟ يعني بتقديري مؤخرا خلال اليومين الماضيين أكثر شيء عم يتم التركيز على المظاهرات في إيران مثلا. نعم. هذا اللي أنا عم لاحظه وبتابعه، ربما هو شعور بأنه انتصار الثورة إذا جاز التعبير أو الانتفاضة في إيران هو بشكل أو بآخر نوع من الانتصار والانكسار لهذا المحور الشرير اللي عم يتحكم بحياتنا وعم يقهر السوريين. فيعني أشعر أنه اهتمام السوريين الآن على هاي المظاهرات يعني نوع من حالة تعويضية، أمل بانتصار على جبهة ما يؤثر على الساحة السورية بشكل أو بآخر، وبالتالي هو نوع من التعويض يعني. صحيح. والبحث عن أمل، مساحة يعني كبير. هذا الموضوع هو بالأيام الأخيرة، ولكن على مدار 2017 كان في مجموعة من القضايا أستاذ غزوان، آخرها فينا نقول أنه الطفل كريم مثلا، أيام القصف على الرقة، كان في صورة للمحامي محمد الكعكجي أيضا انتشرت الصورة بشكل كبير وكان في حالة من التفاعل معها، كان في صورة لصبية فقدت رجليها بإدلب وزوجها كان عم يساعدها بالتنقل وبأنه تعيش حياتها بشكل أقرب للشكل الطبيعي، يعني في عون كان لها بهذا الموضوع. برأيك هذه الصور كيف ممكن تنعكس على المجتمع الدولي أو على المنظمات الحقوقية والإنسانية؟ يعني هذا النوع من الفن انعكاسه على الأشياء اللي ممكن أنه هي تطبق على أرض الواقع. الحقيقة أنا بدي استخلص عبرة من هاي الحالة اللي شرحتيها حضرتك، إنه فكرة يعني الاستفادة من أو الانتصار لهؤلاء الضحايا بتلك الطريقة يعني هو عمل كتير مهم وكتير ضروري لحتى نوصل قضايانا لمساحات أخرى، غير يعني ما انت منخاطب حالنا. نعم. في مناطق أخرى ممكن نخاطب فيها منظمات دولية، منظمات مجتمع مدني غربية ممكن تدعم قضايانا بشكل أو بآخر. رح استفيد من هذا عملية المناصرة اللي كنت عم ببحث عن الكلمة الحية، يعني فكرة مناصرة القضايا بهاي الطريقة فكرة كتير مهمة على المجتمع السوري إنه يدرك أهميتها، ولعله مثل ما قلتي حالة الطفل كريم يعني هي حالة كتير بتأكد الشيء اللي عم بقوله. نعم. بهذا السياق بقول إنه تواصل مثلا المنظمات السورية مع منظمات مجتمع مدني أوروبية أدى إلى إنه تقام عدة دعاوي مثلا في ألمانيا وفرنسا على قادة أمنيين
في سوريا ارتكبوا جرائم تعذيب ضد معتقلين. نعم. وبالتالي يعني هذا هو فكرة الاستفادة من أنك تتواصل مع منظمات دولية، مع منظمات حقوقية في تلك الدول. هذا هو وجه الاستفادة اللي ممكن نحن نستفيده. نعم. أستاذ محمد حمادية، يعني إذا تابعت معنا الصور، شو أكثر صورة تركت عليك بشكل شخصي الأثر؟ الحقيقة ما تابعت صور مثل ما قال الأستاذ، يعني حتى نحكي بإنصاف يعني نعم. أنا ما شفت الصور، بس على كل الأحوال يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. طيب كمان اخترنا مع بعض مجموعة من الشخصيات يلي هي أثارت جدل في عام 2017 عبر مواقفها وأفعال أحدثت ضجة وشهدت أيضا تفاعل كبير. رح نتعرف على هذه الشخصيات وشو عملت ونرجع للحديث. على ما يبدو أنه هذه المادة يعني لم تجهز بعد. رح أرجع للأستاذ غزوان وللأستاذ محمد حمادية. أستاذ غزوان، برأيك خلال 2017 مين أبرز شخصية؟ الحقيقة على المستوى السوري نحن المحلي عملي. طبعاً تماما، يعني بتقديري كنيجاتيف يعني ممكن نحكي إنه بشار أسد هو أسوأ شخصية سورية على الإطلاق، يعني يعني كل السوريين هذا فاز خلال السبع سنين اللي قطعت أستاذ غزوان، يعني هو تصدر المشهد سبع سنين كمان بالضبط. فعلى كل حال أنا حبيت يعني أخذ الاتجاه الكلام باتجاه آخر. بالنسبة ممكن نقول الطفل كريم مثلا استحوذ، مثل ما حكيت حضرتك قبل شوي، استحوذ على اهتمام على مستوى عالمي. يعني التضامن مع هاي الضحية بتلك الطريقة بسيطة جدا، يعني صعد المسألة على مستوى دولي، على مستوى حكومات تضامنت ولو بإجراءات بسيطة، أو لكن الصورة صارت واضحة لديهم بأنه هذا الطفل هو مجرد واحد من ملايين أو مئات آلاف الضحايا اللي عم يدفعوا ثمن الاستبداد وثمن سكوت الحكومات الغربية اللي بعض مؤسساتها أعلنت التضامن مع هالضحية هي، تمن سكوتهم على مجرم حرب واستمراره في إدارة بلد. نعم. فكرة المناصرة لهي القضايا نعم. نحن أحيانا ما منوليها كمجتمع سوري الحقيقة، ما منوليها كثير أهمية، لكن هي مهمة جدا لأنه رح نلقى دعم، رح نتلقى. يعني نضرب مثال القبعات البيض في سوريا، عمل من أروع يعني من أروع المؤسسات التي قدمت شيء للمجتمع السوري، وأبطال حقيقيين. هؤلاء لقوا دعم على مستوى دولي لكل عمل، ولقوا نوع من الحماية بشكل أو بآخر لما يقومون به. نفس الشيء ضربت من شوي المثال، لولا دعم منظمات أوروبية لما كان ممكن إقامة الدعاوى اللي أشرت إلى في ألمانيا وفرنسا. نعم. وبالتالي هون أهمية المناصرة. نعم. زملائنا بهنا سوريا فريق الإعداد هو اللي اختار لنا الشخصيات اللي أثارت الجدل، وطبعا هذا بحكم رصدهم لمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى والأخبار. رح نتابع التقرير التالي، نتعرف على الشخصيات وشو عملت ونرجع للحديث أكثر. مثل كل السنين مرت 2017 بسرعة رهيبة، وبعيداً عن السياسة ومشاكلها والمؤتمرات اللي صارت مملة جداً، شهدت أوساط السوريين بعض الأحداث المثيرة للجدل يلي ارتبطت بشخصيات قامت بأفعال غريبة ومستهجنة وأحياناً غير متوقعة. اخترنا لكم أكثر خمس شخصيات عملت ضجة هاي السنة على السوشيال ميديا. أنا جود عقاد، ماني محجبة. أول هاي الشخصيات كانت جود عقاد يلي قررت بعد هجوم دائم على المجتمع الشرقي وعاداته انه تشيل حجابها، ونشرت جود هالشي خلال بث مباشر على فيسبوك، وطبعا كانت نسبة الانتقادات عالية جدا وما ضل حدا ما حكى بالسيرة، وفي ناس اكدوا انه جود ما لها محجبة من الاساس. بس بغض النظر قدرت جود تعمل ضجة كبيرة وازدادت نسبة متابعينها على فيسبوك. الموضوع الاول هو بز اعلاني.
الشخصية الثانية هي المخرج محمد بيازيد صاحب أقوى باز إعلامي، لكن لم تجري رياح كما تشتهي سفنه. بيازيد فبرك محاولة اغتيال ليكسب شهرة ودعم لأحد أفلامه، بس السحر انقلب على الساحر وطلع الباز فضيحة بقلاقل. هلا الأولمبياد كتير 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 بيعطي معرفة علمية كتير قوية. أما الشخصية الثالثة فهي حافظ الأسد جونيور يلي مثل السوريين مع مجموعة من الطلاب بالأولمبياد العلمي بالبرازيل، والنتيجة أنه حافظ جونيور مو بس طلع آخر واحد بالوفد السوري، كمان اجى ترتيبه شي 550 من اصل 600، وانشغلت السوشيال ميديا بالقصة، ولسان حال الناس كان عم يقول الله يسود وشك سودت وشنا. رابع حدا اثار الجدل هو الممثل مصطفى الخاني المعروف بالنمس او جحدر بين قوسين، يلي تزوج ابنة بشار الجعفري، بس يا فرحة ما تمت، صار الطلاق بسرعة والقصة ما وقفت هون. اشتغلت الفضايح والشتايم والدعاوى القضائية بين الطرفين، وصار الواحد بس يشعر بالضجر يشتري وقية بزر ويفتح صفحة النمس. آخر واحد عمل ضجة هو النجم العالمي عمر سليمان يلي ما عرف يغني ضد الحرية إلا بتركيا، وقدام مين؟ قدام السوريين. المهم الله بيعرف بس كيف نفذ القيصر، طبعاً حتى صفحة ولدي ماهر ما وفرته. يعني حقيقة شخصيات هي أثارت حالة من البلبلة أكثر من الجدل، لأنه معروف يلي هي قدمته ومعروف حالة هي حالة البز يلي هنا نقدموها. برجع لضيوفي من أول وجديد الأستاذ غزوان والأستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني بحكم أنه أنت كنت مدير فرقة صبري مدلل وحكيت لنا عن التجهيزات يلي بتصير قبل إعداد أي حفلة أو قبل الظهور وصعوبة التنسيق بين الفرقة وبين المغني، نحن بنعرف أنه صوتك حلو، لو بتسمعنا شيء. صوت غاب أستاذ محمد. على ما يبدو الأستاذ محمد ما عم يسمعنا. أستاذ غزوان غاب. أستاذ محمد عم تسمعني؟ على ما يبدو أستاذ محمد ما عم يسمعني، كنا بنتمنى أنه يسمعنا شيء، رح نرجع له بعد شوي. أستاذ غزوان، تابعت معنا الشخصيات، قدرت تسمع الشخصيات اللي هي أثارت البلبلة على صفحات التواصل الاجتماعي، مثلا حافظ الأسد جونيور والفشل بالأولمبياد، محمد بايزيد، نمس، عمر سوما وما إلى ذلك. هل بتعتقد هنن فقط باحثين عن الشهرة، ولا طبعا بعيدا عن حافظ الأسد لأنه عمر سوما كان محسوب على الثورة ومحمد بايزيد كان محسوب على الثورة، يعني لحتى نحدد حديثنا عن هدول الشخصين، هل هن باحثين عن الشهرة أم أنه هو مطب ووقعوا فيه؟ يعني ممكن نقول الهدفين هن ممكن توفرهم بالسلوك اللي صدر عن كلا الشخصيتين. يعني بالنسبة للمخرج السينمائي الحقيقة، وأنا كنت ضيف في أحد الحلقات حول هذا الموضوع تحديدا، يعني أنا كنت مصدوم حقيقة بحالة صدمة بأنه لا يعقل، يعني المتاجرة بقضايا الناس وقضايا المعتقلين بتلك الطريقة، يعني شيء معيب وصادم حقيقة. كنت أربأ يعني بأنه مخرج ممكن يقدم على مثل هذا العمل بفكرة أنه أنا تعرضت لاغتيال وما بعرف شو، يعني شيء عن جد صادم ومعيب. يعني فأعتقد أنه المسألة مو بس بحث عن شهرة، المسألة لها علاقة في بنية نفسية غير سوية حقيقة. أنا هذا تشخيصي للموضوع. نعم، يعني وبالنسبة لعمر السومة، تقديرك لهذه الحالة أستاذ غزوان، لأنه هذا الموضوع سبب صدمة للسوريين بالفترة الأخيرة. يعني المشكلة نحن ما لازم كتير يعني يشكل صدمة بتقديري، لأنه اليوم في مسار طويل مثل مسار الثورة السورية، نعم، رح ينهك كتير ناس ورح تسقط كتير ناس على الطريق، هذا أمر كتير طبيعي، يعني ما لازم يكون صادم ومفاجئ بالنسبة لنا إذا كنا مؤمنين أنه طريق الثورة والتغيير حقيقة طريق طويل وشائك. هناك من سيسقط على الطريق، هناك من سيغادرنا مبكرا. أما المسار مستمر، بقي السومة أو غادر السومة، يعني أشخاص لا يقدموا ولا يؤخروا، نحن من نصنع رموز
ثم نسجد لها. هاي هي المشكلة. لذلك بننصدم لما بنشوف انه هاي الرموز لا تمثل القيمة اللي نحن اوجدناها لها بنفوسنا. وبالتالي يعني ما بشوف انه المسألة تمثل يعني مشكلة كبيرة انه غادر السومة الى الضفة الاخرى، فليغادر السومة وغيره لا مشكلة يعني. نعم. الطريق طويل وسينهك كثيرون، سيغادر كثيرون، سيغادر يعني البعض ممن تتبدل أفكاره قناعاته، هذا شأنه. نحن ما بنقدر أنه نصطحب كل المجتمع معنا، هذا أمر طبيعي في سياق عملية تغيير طويلة ومديدة للمجتمع. نعم. يعني أستاذ غزوان، بتتوقع أنه للمستقبل نماذج مثل هيك ترجع تكشف عن وجهها الحقيقي أو تغير رأيها؟ تماما. نعم. راح يكون في كثير من النماذج اللي راح تغادر ضفة الثورة إلى الضفة الأخرى، يأسا، إحباطا، بحثا عن دور، بحثا عن مصلحة لم تتوفر لها الفرصة في ضفة الثورة تنتقل إلى ضفة أخرى. هذا حصل خلال 2016 و2017، حصل كثيرا، سواء من رموز سياسية أو من يعني رموز إذا جاز التعبير نشطاء أو لاعبين أو غيره يعني. نعم. رح ننتقل لفاصل قصير وارجع تابع مع ضيوفي فنان محمد حمادية مدير فرقة صبري مدلل، وأيضا الأستاذ غزوان والشاعر محمود الطويل. فاصل وبنرجع للحديث.